السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هناخد وضعيه جديده من وضعيات السيوني متاو وهي اللون ساو. طبعا اللي بعد ما خدنا وضعيات الجام ساو الجانبي والامامي والخلفي، طبعا كنا بنعمل بعد كده ما بنضرب دبل جام ساو امامي كنا بنطلع وضعيه اللون ساو. فالنهارده هناخدها استخداماتها في القتال وهناخد برده شويه معلومات عنها كده اهوت. وطبعا كل الحاجات اللي بناخدها دي مستويات اولى من كل وضعيه، يعني بعد كده ان شاء الله بعد ما بنخلص كل الفورمات بنرجع بقى ايه المستوى الاعلى، يعني بنخش على المستوى الثاني. تمام، دلوقتي مبدئيا كده وضعيه اللون ساو زيها زي بقيه الوضعيات اللي في السيوني متاو تقدر تبدا بيها الفايت العادي، يعني زي ما بتقف وضعيه التان ساو البونج ساو الوضعيات دي تقدر تستخدمها كوقفه قتاليه، ان انت مثلا تبقى واقف بالوقفه بتاعتك واقف وضعيه اللون ساو عادي، ان انت واقف يعني بتستقبل القتال واقف وقفه قتاليه عاديه. تاني حاجه استخدامها يعني طبعا، ومش شرط تبقى واقف بس وقفه جيكي مينج ما مع اللون ساو، ممكن تكون واقف وقفه اماميه زي التحركات بتاعتنا وانت بتتحرك وعامل وضعيه اللون ساو. تمام، دلوقتي هنستخدمها لو الخصم قدامك كده بالشكل ده وبيحاول يشدك من رقبتك كده يشدك لتحت. شدني دلوقتي، هو بيشدني بالشكل ده كده، وانا طبعا لو ما بعرفش مثلا استخدم الوضعيات هفضل اقاوح معاه واحاول افك ايده وهكعبل كعبله جامده. لكن دلوقتي اعمل ايه تاني؟ دلوقتي هو بيشدني كده، احط ايدي وضعيه اللون ساو اهي، وهو بيضغط عليا انا ايدي بتبقى ضغطه على زوره في رقبته، كل ما بيشدني بيشد ايدي اكتر على رقبته، فطبعا كل ما هيضغط ايدي هتضغط على رقبته اكتر، فطبعا هيضطر ان هو يفك. تاني حاجة أنا مش بفضل بس مثبت إيدي كده عشان أضغط عليه، دي كانت مجرد استخدام. تاني ممكن طبعا إن أنا أقاتل وأنا بصد، يعني غير كده إن أنا بقلل الضغط على رقبتي إن هو يشدني وأنا حاط إيدي كده هضرب في بطنه بالشكل ده كده، يعني أنا بكون مثبت رقبته تحت إيدي ببقى ضاغط وهو بيشدني بقوم أخد الدفعة في بطنه. تاني شد مرة واحدة أهو، هو كل ما هيشدني شد جامد أهو، ايدي ضغط على رقبته ومسموح لي ان انا اضرب في بطنه، لان هو دي الاثنين بيشدني منهم وطبعا دفاعه مفتوح فمسموح لي ان انا اضرب في بطنه بعد كده او في صدره، مسموح لي ان انا استخدم اكتر من طريقه. تاني يبقى احنا قلنا اول حاجه ممكن استخدمها ان انا وانا بتحرك تحركات قتاليه وواقف ان انا استخدم وضعيه اللون ساو، دي اول حاجه ممكن استخدمها كوضعيه قتاليه. تاني حاجه قلنا ممكن استخدمها ان هو بيشدني بفضل اقاوم معاه، شد وارجع بفضل اقاوم معاه اهو، حتى لو هو بيسحبني انا ايدي ضغط على رقبته هيضطرني من كتر الضغط على رقبته هيفك ايديه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ممكن احوش بيها واضرب بايدي الثانيه. تاني اهو بحط ايدي شد اهو، ممكن اخش اضرب في بطنه واقوم داخل بقيه الوضعيات ومكمل عليه، ممكن استخدم معاها اكتر من وضعيه. كل دي الحاجات المستويات الاولى من كل وضعيه. يبقى احنا النهارده خدنا في وضعيه اللون ساو ان انا ممكن اقف بيها وقفه قتاليه او ان انا اتحرك او اعمل مثلا ديفنس معين ان انا احرف لكمه او هجمه. تاني حاجه ان انا مثلا وهو بيشدني ببقى ضاغط على رقبته عشان اقلل نسبه الضغط اللي بيسحبني منها او بيضغط على رقبتي منها. تالت حاجه قلنا ان انا ممكن اصد بيها واقوم داخل ضارب بايدي في بطنه في صدره واقوم داخل مكمل عليه بدي اللكمه واخش اكمل عليه الوضعيات، ما بضربش ضربه واقف، لان الوينج تشون قلنا ان انا ببقى شغال ايد ورجل مع بعض وان انا بشغل التقنيات كلها في وقت واحد. تمام، دي كانت النهارده استخدامات بسيطه كده لوضعيه اللون ساو. تمام، وان شاء الله في المستويات الاعلى من كده بتاخد حاجات متطوره اكتر، دي مجرد حاجات بس بسيطه في كل وضعيه. وبكده انتهت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير الفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.